ممكن نقول ان باسل خياط كان جوكر رمضان السنه دي، وده من خلال عملين حققوا نجاح كبير. الاول كان الرحله اللي سمع جدا في مصر، والتاني كان تانجو اللي نجح في لبنان وسوريا. الشخصيتين كانوا مختلفين تماما عن بعض زي ما قال باسل، وكان مراهن عليهم بشكل كبير، ونجاحهم حطوا في الصداره قدام زملائه اللي الناس بتستنى اعمالهم كل سنه زي عابد فهد وتايم حسن. احنا قابلنا باسل خياط وكان لينا حديث طويل عن تميز باسل في الموسم الرمضاني السنه دي. تألق باسل من خلال عملين الموسم ده هما تانجو والرحلة، واللي حصلوا على نسبة مشاهدة عالية جدا ونجاح غير مسبوق. أكيد كل فنان بيسعى أنه يكون في نجاح معين يرافقه بمسيرته يعني، بس بعتقد أنه التركيز الأكبر بالنسبة لي دائما من لما ابتديت هاي المهنة أنه التركيز يكون على عملي، على شغلي، على قديش أني أنا ممكن أطور بحالي سنة عن سنة. هذا الشيء اسمه أنانية مش حب، وفيك تاخد كل شيء يا عمر. وشركته الجميلة دانييلا رحمة نجاح تانجو في أولى أدوارها التمثيلية. أنا كممثلة تعاملت مع دانييلا على أن في عنا مشروع بالضرورة أنه يكون يطلع يبصر النور بطريقة حسنة جدا، وهي حدا مجتهد جدا، حدا جاي فعلا يمثل لا يستعرض. مساء الخير، بعتذر انه تأخرت عليكم شوي اليوم، بدي اشكركم من كل قلبي على احلى 3 اشهر قضيناهم سوا. وهل كانت شخصية دكتور أسامة اصعب من عامر؟ شخصية دكتور أسامة مرهقة اكثر، ما بدي اقول صعبة اكثر لانه ما بدي استسهل من عامر انا ابدا يعني، كمان صعب. طلعي بعيوني وجاوبيني، عم تحسي باللي عم حس فيه؟ أسامة لأنه فيزيكلي كان مرهق جدا، وروحيا يعني من جوا كان صعب يعني، خلاني تعبني يعني، تعبني حقيقة. النهاردة أحلى يوم في عمري، من كتر ما أنا مبسوط، ما عايز أخبيكي في البيت ده وما خليش حد يشوفك. ومهما تكونوا أصحاب، أكيد الموسم الرمضاني بيخلق منافسة جديدة بين النجوم. تيم حسن وعابد فهد نحن أصلاً زملاء مهنة واحدة وبتجمعنا صداقة، بالأخير المنافسة ضرورية لاستمرار النجاح دائماً يعني، أنت بالضرورة بحاجة، وجود المنافس هو حاجة إلك وليس شيء يعني أنت بس بتشتهيه. ومؤخراً شفنا رد تيم حسن على انتقاد عابد فهد ليه، واللي البعض فسره بأنه غيرة، بس باسل كان ليه رأي تاني. الأكشن والفانتازي مش مساحتنا كعرب ولا منطقتنا ولا يعني يشبهنا يعني كثير. لا بيشبهنا ونص. أنا ما بعتقد في مشاكل يعني، أو هذا الشيء قد يكون تعبير عن الرأي، هو بالنسبة لكل حدا منهم هذا حق شخصي، إنما يعني التراشق عبر وسائل الإعلام ما بعتقد لا هنن بيحبوه ولا بيرغبوه، ولا بعتقد إنه لا عقل عابد هيك ولا عقل تيم هيك، لأنه الاثنين أصحابي واثنين بعرفهم. قلت لك أنا كنت بحميك من الوحوش اللي بره دول، من الناس اللي بره دول، من اللي بره دول، من الوحوش اللي بره دول.